فهنا المهم يا شباب ان انا عندي الكشافات الخاصه بالاناره الخارجيه يكون الاي بي بتاعها كبير زي ما قال لك اهو. في عندي الموديل انواع مختلفه بموديلات مختلفه، تمام. البرودكت نمبر اهو اف ال 450، الليد ده نوعه ليد، التوتال ليومن باكج، الباكج كلها هتطلع اليومن بتاعها بكام، في 800 ليومن وفي 1600 و2400 و4000 و5600 و8000، تمام. اللايت كلر اللي هو درجات اللون نفسها، تمام، مدهاني مديني سي اس تي الواتجز بتاعها، تمام. التردد 50 و60، الكفر بتاعي من الجلاس، اللون بتاعي اسود اللي هو الفريم الخارجي. طبعا هنا الاوردرنج نمبر مدي لك اكزامبل، وادي الفوتو متريك، تمام، داتا بتاعتك والتركيب بيتم ازاي، واخد لك الاشكال المختلفه منه، وادي الكلاسيفيكيشن الاي بي بتاعه لازم يكون عالي، تمام، وبستخدمه فين، ادي التطبيقات بتاعت الاستخدام بتاع الكشاف. الكشاف ده منتشر جدا في الاناره الخارجيه. طبعا بعد كده نفس القصه، في طبعا الكشافات اللي هي المترو 20 بيسموها سيرفيس ماونتد ليد، ده بيبقى ويزر بروف، بنحطه في غرف الجنريتور، تمام، غرف المولدات، يعني غرف الكهرباء الالكتريكال روم، في البامبنج روم، غرف المضخات، بتلاقي النوع ده من الكشافات. طبعا هنا ده خلاص الموديل بتاعه دبليو بي او 700 ليد ويزر بروف، لازم يكون ويزر بروف لان الحاجات دي بيطلع منها غازات، مثلا في مواقف، مثلا مواقف كلها تلاقيها راكب اللي هو الكشاف المترو 20 ده، تمام، بتيجي عليه رطوبه، ممكن تيجي عليه بخار ميه وهكذا. لذلك هتلاقي، بص لو بصيت هنا هتلاقي الاي بي بتاعه عالي، الاي بي 65 بما انه هو ايه؟ ويزر بروف. نفس القصه هتلاقي هنا اللايت سورس ليد الباور 42 وات، 42 وات، في منه ليومن 3300، في عندك 4000 ليومن وفي 2000 ليومن، دي كلها متاحه. السي ار اي كلر ريندرنج اندكس اكبر من 80%، في عندك الالوان وورم وايت اللون الدافئ اللي هو 300 3000 كلفن، ناتشورال وايت 4000، 5700 اللي هو مين الكول وايت، ده الكوريليتد كلر تمبريتشر. قلت لك تاخد بالك منها لان دي بتاثر معاك جدا في قصه درجه مين، درجه اللون. بعد كده اليومن عدد ساعات التشغيل بتاعتي 4000، 40000 ساعه، تمام. احنا كنا في حاجات بتطلع 50000 ساعه، ده 40000 ساعه. الدرايفر كارنت بالملي امبير، تمام. الفولتج ده بيشتغل من 198 لحد كام؟ 264. طبعا كل ما يكون الرينج كبير بيبقى ايه؟ بيبقى افضل. الماتيريال الهاوسنج مثلا مصنوع من الميتاليك اوبال ديفيوزر، تمام. اللون جراي، البادي بتاعه جراي. الكونكشن بيقول لي والله طريقه التوصيل، طبعا من ناحيه الكونكشن بيبقى فيه زي كونكشن مانيوال يقول لك والله انت هتوصل الكشاف ده ازاي. طبعا من احد انواع الاناره اللي هي اناره، تمام، اللي بنسميها ايه دي؟ اللي هي العلامات بتاعت الاكزيت لايت والكلام ده بيسموها، دي كلها تبع انارات مين؟ الامرجنسي، انارات الطوارئ، تمام؟ بيسموها وان سايد، في وان سايد طبعا امرجنسي اكزيت لايت، ده اكزيت لايت. في حاجات بتبقى من ناحيه واحده، في حاجات بتبقى من ناحيتين، تمام؟ انت كل اللي عايزه في الاكزيت لايت دي يعني مجرد لمبه صغيره اهي، بص كام وات؟ واحد واتنين، يعني واحد وات ولا بتاع ده، تمام. مفيش اي سبيكس انت تاني محتاجها لان دي بتاخد يعني باور زهيده جدا. حتى هنا مفيش يعني الدنيا بتاعته، هو بياخد الموديل بس ويقول لك والله ادي المتاح عندي. يعني انا لو بصيت كده اهو تايجر ليد بيسموه، يقول لك والله انا عايز تايجر ليد من النوع اللي هو ايه الامرجنسي اكزيت ساين، دي مجرد اشارات بس. في حاجات طبعا حسب بقى المعماري دي اللي بيحددها، اتجاه سهم مكتوب عليها كلمه اكزيت، في حاجات طبعا يعني سنجل سايد، وفي حاجات سنجل عفوا دبل سايدد، تمام، بحيث اللي جاي من ناحيتين يقدر يشوفها. في حاجات بقى بيبقى فيها كشاف من فوق، تبقى هي انارتها تيجي من الكشاف اللي فوق ده بينور عليها، تو سايدد امرجنسي، حط جواها بطاريه صغيره، تمام، بيبقى فيها بطاريه صغيره امرجنسي. طبعا هنا ده برضو اتجاه وان سايدد امرجنسي اكزيت ساين، دي كلها اشكال من الاكزيت ساين حسب بقى الشركات المصنع. في سيرفيس ماونتد ليد، تمام، بيبقى ويزر بروف، ده بيركب مباشره على الجدار او على السقف سيرفيس،
والتاني اللي كنا بنشتغل عليه ده في الاول كان بيتعلق يعني. بعد كده الباندنت اللي هو الكشاف ده، تمام، بيبقى معظم التطبيقات بتاعته اهو. لو انت بصيت هنا هتلاقي الاي بيز بتاعته. بص اي بي داخلي ده بيركب فين اهو؟ وير هاوس، بيركب في المخازن، تمام، في الهناجر، تمام. دايما بتلاقي الكشافات دي، تلاقي مثلا ايه، رحت هانجر مثلا في الصناعيه ولا بتاع ده مصنع، تلاقي لان دي هتلاقي لو انت بصيت كده عايز قوه اضاءه تكون كبيره 3550 اليوم. انا اهي الواتجز بتاعها بتبقى معقوله يعني، ممكن اخوه في الفلورسنت ولا بتاع ده تلاقيه مثلا 100 واط ولا 150 واط، تمام. فدي بتركب في المخازن دايما زي ما قلت لك، مكتوب هنا المكان اللي يركب فيه الكشاف. الوول ماونتد في اشكال بقى، سواء كان انا بستخدمها في الاناره على سلم، بستخدمها في الاناره في اي مكان، تمام، ده بيسموه وول ماونتد، وول ماونتد لايت. ممكن استخدمها على السور بتاع البيت وهكذا، ده كله يعتبر وول، واقدر اوجهها الاتجاه اللي انا ايه محتاجه. في نوع اللي هو بيسموه بيستخدم في الستريت لايتنج، تمام، اللي هو بيستخدم في اناره الشوارع. في ناس في البيوت يعني عنده في البيت عايز ينور الحته اللي هي بتاعت الحوش دي، بيركب فوق عنده كشاف زي ده بيسموه بوست سايد. بوست سايد يعني هو الاناره بتبقى من هنا. في كشافات حاليا الناس ده بيسموها اول ان وان، تشتغل بالطاقه الشمسيه، تلاقي لوح شمسي هنا وجواها بطاريه وهي ايه بتشتغل، تمام، على الليد، وبيبقى يعني الواتجز بتاعتها يعني قليل يعني مقارنه بالستريت لايتنج. ستريت لايتنج ممكن تلاقي مثلا 200 واط اقل حاجه، 500 واط، 1000 واط. في الشوارع تلاقي اللمبه الواحده مثلا 1000 واط، مركب 8 لمبات يعني انت عندك 8000 واط. لا ده بص شايف دي، تمام، في منها 100 واط، في 150 واط، تمام. ده اناره شوارع المفروض تبقى اكبر من كده، بس عشان طبعا انت بتستخدم تقنيه الليد فالواتجز بتاعتها بتبقى قليله. شايف اللكس بتاعها عالي يعني، انت لو ركبتها على اماكن مثلا على بول على عمود عالي شويه تقدر تستفيد منها. طبعا الحاجات لما بتكبر بيبقى الريندرنج بتاعها يعني اقل. هناك كان في كل الحاجات انت شايف اهو اكتر من 80%، هنا مثلا 70، بس برضه 70 ده ايه اكسبتد. في منها حاجات كول وايت، كول اللي هي رايح ناحيه اللون الاصفر، تمام، وال 4000 كلفن اللي هي الناتشورال مين وايت 5000 ساعه، تمام. الامبير المسحوب منها، الفولتج اللي بيشتغل عليه، اللون بتاعها جراي. خلاص احنا حفظنا بقى الشكل ده. يبقى ده نوع من انواع الستريت لايتنج. ستريت لايتنج في طبعا بعد كده الكشافات اللي بيسموها السبايك ماونتد. سبايك دي تشوفها يمكن تحت الزرع والنخل والكلام ده، بتيجي تروح حاطط الدراع ده كده تدخله كده في الطين تحت النخله، وبيبقى واصل الكابل رايح عليها، تمام. دي بيسموها سبايك ماونتد اوت دور. طبعا لومينير هتلاحظ هنا اهو اللاندسكيب تشتغل على الول واي. خلينا نكبر دي شويه، هذه الابلكيشن. بص كده تحت هتلاقيها الووك واي في الاماكن بتاعت التمشيه، الجراند حدائق، الباركينج ارياز، تمام. دي بينوروا بيها تحت عمود، بينور بيها تحت نخله، تحت شجره، مش عارف ايه. احفظ انت بس ايه اسم اللي بيسموها سبايك ماونتد. سبايك يعني ايه؟ سبايك يعني حاجه كده ايه بتروح بتدقها كده في الارض او تمام بايدك كده يعني، بتدخلها في المكان ده، تمام، بالجزئيه اللي تحت دي وبتثبت، تمام. ممكن طبعا تثبتها في الارض باي اسلوب يعني. المهم ان هي اوت دور لايتنج. هتلاقيها حاجات الواتجز بتاعتها صغيره، هي يعني بتستخدم حاجات ديكوريه زي ما بيقولوا، تمام. الباور بتاعها صغير 5 وات، الكلر بتاعها بيبقى كول وايت 4700 50000 ساعة، كل الكلام ده خلاص شفناه. ده ايه؟ بقى الكشافات. انت بس بتشوف الاشكال والاستخدام بتاع الكشاف. طبعا في حاجات بتستخدم في البول، في الجاردن، يعني في الحدائق تلاقي الكلام ده. فوت ماونتد بيسموها، فوت بيثبت الاربع مسامير قدام البنوك، هتلاقي الكلام ده فوت ماونتد. اسيتيك بولر بيسموه، بولارد لومينير على شكل عمود يعني، بيبقى برضه الواتجز بتاعته ديكوري، برضه ديكوري، تمام، هيبقى 6 وات 5 وات وهكذا حسب كل شركه بقى بتصنع ايه. ادي الابلكيشن، تمام، ايديال فور باركينج، بتستخدم في الباركينج اريا. اللاندسكيب دايما في الاماكن الخارجيه طبعا، في الجاردن، في الوول ووك، تمام، او في الووك ويز، تمام. اي حاجه مشابهه ليهم بيركب فيها البيلر او بيسموه البولر، العمود بتاع الاماره.